بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين عزيز داخل وخارج أرض الوطن. إيش نتحية تم قرانت زيو ماثوم سوفيان دي فيديوين جديد مش تكنيو توا واحدة مربي ما تلحق شان فيديو انه هذي نيجي المستجد الجديد. المستجد الجديد انه الوزارة الصحة تعلمت انه المغرب هذي بذا هذي الجرعة الثالثة في سينفت ويسترثة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا. الخبار الجديد انه رخصة في رسميا وزارة الصحة قديش نبلاء رسمي انه مغربيين يعني نشين سواء مغربيين غير الاجانب. المهم ما راني نزدغن ديال المغرب، ما راني نتعيش ديال المغرب، ما راني غادي سكنه تيري ديال المغرب، نمشي دنا ندير بالغ هذو مضغيني غير خو سواء مغربيين غير الاجانب انه اذقن الجرعه الثالثه من اللقاح. مانيني وذن غيقن تيسين في التنيه غير من فئه المستهدفه في اللقاح وزير السيزان. غالبا 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 جميع التكهنات قالنا ديري شنو مش كين الجرعه الاولى، يعني الممرضين قوه الامن كذا 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 كبار السن عاد اذن ترقن يعني الفئات الصغرى كذا مقارن. ولكن حاليا هنا تكهنات وهمين زي البالغ يغد زعم الخوا قوم لهم في تسعد وغمش ديادو دي التلفازة مباشرة استحس من نيف مين دي سنان وشد نعقب ان شاء الله تعالى نكمل الموضوع استحس. البداية من المغرب حيث أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أنه سيتم الشروع في التلقيح بالجرعة الثالثة باللقاح المضاد لكوفيد 19 بالمغرب، وسيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بكيفية الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة وكذا الفئات المستهدفة. ويضيف البلاغ أنه بالنظر لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من وباء كوفيد 19 فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية. يعني تسليم سي البلاغ ما مش ديعدو أقثوني تتيا البلاغ من وزارة الصحة هو أنه يقع إلا لقاح الجرعة الثالثة أتيري أي مغربيين، ولكن الفئة المستهدفة نغيو ذاني زيغان السيزة يغيرين دي مزورة ذي تسينفة وهو عاد مازال عاد أهندنيني عاد يعني مين وكيس نغيقان مين وكيس نتقن كتار خون شين طوان تسندين المغربي وذان قين تنين سيناف طواتيش ناس نتجواز نتلقي حنا جواز نتلقي حنا قاوم تيت السعدو توصلش نغوم فيه دواني تيت تبقى تيشناش يعني تيشناش ليس يسمناش الاسم الشخصي والعائلة ليس النوع عند سين في تيتكيت مالها كيد استرازينيكا تاريناش تيت دايس مالها كيد سينوفارم تاريس تقناش تيت دايس مالها كيد فايزر الخويت قن خوت جديد محضان دوينات قطع علينا شديد تايش الضمانة هنا والحمد لله مجدو مني العوضي ظلنا توفقتش في فيديو نغوم بالله على المغرب صافي خوخ رسميا بالله على خوثي حونا ذرق هاوي ذا ريستورا ذرخوا رح يضعش يعني بنان بوضع ذي فغك العائلة هنسك رح يضعش صحيح الخود تنقل بين المدن ما زلت تنجوز نتلقيح نتوى نقارو من الإخوان وما نتوى مؤشر أنه تجوز نتلقيح نغتي سيناف مستقبلا تغمني نتكن ثلاث الدول الأوروبية أنه رض المغرب يتباني دي بقوا ذي التعريق منه هو أنه بنادم تجوز نتلقيح نت قلناش تشن يعني يتحيتي لي إجباري سيشن طريقة غير مباشرة طوزو زي ستساون تشن شهادة إدارية أمني غامني غير المعلومات قبل أن نزيد ست سنوات مريضو شن شهادة إدارية لأن بوذا مريقة الزوجية نخشن حويجة موتة بوذا ستان رخو يمكن ما زال عاد مضوم ولكن مستقبلا ديني تكهونة ديني غديني أحاديث نغديني أقاويل قاناش مالا تروح تقدر مثلا الزوجية أشتان جواز نتلقيح تروح تقدر مثلا كارت ناسيونال نخشن حويجة تاناش جواز نتلقيح شنو مش دومني السفر بين المدن نختن قول بين المدن وتغني غومي لا قد يبان عاد زي ست ساونت انه بنادم راه يقصد يروح غايا ريستوران يروح مثلا غا القاعة الرياضية بوذا غاش دفن واش تتان بوكات ناسيونال تتاناش جواز ان تلقي عني. والحمد لله هذه نقعود الحمد لله الحالة الوبائية ديال النوضة تبقى مليح الحالة الوبائية تبقى ديال النوضة سجن حاجة تصبحانت يكفي انه خلال 24 ساعة الماضية انه تسجيل ست حالات ستن حالات وها يتغيد جان ذي النضاء الحمد لله هخن غياف عبيل وباء ان شاء الله تعالى هذا نعقب على حياة النخط الطبيعية على الاقل على الاقل ما مش نبغى تعيش قبر يا ربي. ورضي المغربي كمر 24 ساعة الاخيرة يوقع يعني عدد الاصابات 936 936 نمرو يهود سوطاس يكفي انه ذي الشهور الماضيه طوان تسرى المغربي وذا راه 10000 حاله صحيح راه 10000 حاله رخو مش دوم نيغني وذا 936 حاله خلال الاربعه والعشرون السابقه الاخيره والساعه الاخيره ومش دوم نيغ النظر تسجل ذي ستن حالات وها يعني ستن حاله في تباني ديجن عدد مزيان صحيح تقول مانيش فيديو نيغوم ذيس هل المواطن الناظوري
او المغربيه بصفه عامه، هزم غفاده دي قوس بصفه عامه، يزماني غاس القدره يعني اذا غي تيستني 700 درهم خاصها تسمى الاخوان، الا تيست خذي النظر وتجيبو 500 درهم 400 درهم من زي غدران يجنع 10000 فرانك، يعني غدران 10 يورو، طبعا السنتيست ديال النظر 50000، الخو كان جات 50000، الخو 40000، باش دوم ندير خويا زعما يتبان لي يشجع عندي 16 من الوذان، حيث مثلا غزيد جاليه ان شاء الله يقيم الى الابد، تمنيخ تمنيخ وتوقع بوش انتكاسه من زيت ونسن قبر المغرب توا يعظم، السنغواني يعظم نيوذان صافي تون وميقان وباء كورونا. طول كلشي الميد عاود المغرب عاود يعرض 9 تنيا غات ساعه يعني الخويا يعني ياسن 3 ساعتين 10 او غات ساعه يعني ياسن 2 ساعتين عفوا 10 راه 11 زي 10 راه 11 بوضع تفغض بوضع تنفذ ولا احسن عاون القاعات الرياضيه يعني اكثر يطوي الدار تود الدار القهوي المطاعم القاعات الرياضيه ذل اعرس ولان ولان التصمودان تود كنس نوفرا التصمودان تود شهر لا تريت ولا تغطي حنا غا القاعات لا والو رخو لا الحمد لله وما لا قيمه موتبالي تزيد ستار شهر 12 الطاسني ثمثنا غادي تيرين ديال اوروبا تشجع نقطع الطاسني ثمثنا غادي ندو كرنا غادي نحبب لنا تشجع عندني تاتي هذا سنغال المغرب من زياد العيتي اللي غا 11 يمكن رمشتا ويتعطاري شاب بنادم طازي برا من زياد نخشي مقارس ربدا رمشتا من غادي برا ولكن واخا يمنيت غير مليحه بالله غا 11 لا هضره غادي التعليقات نوم من غادي نيم هضره من غادي نيم مره وتتوتشا اللايف اللي غنقول ان شاء الله تعالى نهار 11 بتوقيت اوروبا 10 بتوقيت المغرب انا يخزع شويه الموضوع مواضيع عفوا هادفه تهم انت الجاليه سجن برنامج سجن حلقه من حلقات برنامج ثبرات الجاليه يعني ميساجنا للجاليه يعني اجن تحيه طبقا نزيد مثلا سفيان بدا نتفق سيرس انت مازيغ نتحاولش المره الاخوان نستوى شويه استعرفت شويه مازيغ هما نفهم هما يفهموا لنا جميع المغاربه هما نستيو التبرات اكثر يا انت ومات خالد ثم تخيل اني خاصني تسقسان مره مازال ديني جاني مستجدات جديده وخاصني نستيو شرح ما يظهرش جديد من زي حاليا قد تصن مني تعرس سقف مشغول تعرس قيت الزر تعرس قيت يتق وان خصبون الشين هذا المونستان وش الراحه التامه ومرين المدينه ان شاء الله تعالى شان جديد اديبان ونتمنى ان شاء الله تعالى هذه المليح ودائما نشي نتمنى اني لي اكل حق ولا اكثر ولا اقل نتمنى ان شاء الله هذه بان شن خبار خثومه خالد نتمنى ان شاء الله على الاقل هنا يتجند تاتي الممرضين او الدكاتره يتجند المستشفى الحسني هتفغن هنا ظهر دن من زي تصمو دن ترجان تصاريح نقترجان اتفغن شا نرهاد من زي ثانية تاتي القضية الشارع النظوري اذا الاخوان ذول تاتي الموضوع النظر فغد مش ضمني غرب داغ مري مدي بان شن جديد تفغد سوى رخصي سير سنت مازيغت مزيات مثلا تبعني الطاس تشكاري نسوى الطاس خيوارني سبحان اذا غيتي الشنغانه الكاميرا بزاف تشكا خطنا خلي لايك نسن تشكا خطنا راخ ديزلايك ماشي مشكل من زبنا نمشي تعجب يا بنادم مديان فضي عبار يعجب اسم المحتوى يتك لايك وسي يعجبو المحتوى يتك زيد ديزلايك يتفى اما بنادم يجي تاز دواها ويتقول هوني جا المشكل المهم ما علينا منين الاخوان السيور الجرعه الثالثه دراجي عاود دي التعاليق نوم ما مجدوم ديو صار خباره كثار المغرب مجدوم مني غيوفا يعني ما مشنا جميع المؤشرات انه هذه الدول الاوروبيه تبدان ديال الجرعه الثالثه سمعني نزيد تشجع المغرب يتشجع هذيك يعني تيسير في تويسترتها باش ضمن الفئات المستهدفه الخوان ناجع من غادي وزاره الصحه ولكن غالبا 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 تكهنات الاقاويل غادي يهرو ديالنا انه هذا السيزان شنو مش كيغوم زوا الامان هذا الاطباء عاد بدان عاد يوذن يهرشن كوليسترول السكر كذا ينزي غا السيزان عاد بدان تقريبا يمكن بوذا بوذا اتفاد الجاني المغربيين مرة ونشي نبقى نستنى تيمار السوار خريف نتقى استر نتقى سينوفارم الفئة الأولى تقى استرازينيكا خو الفئة يديو سين خو تقى سينوفارم وسينوفارم قضي سعاد الهات اللي سنناقش عاد من زين السن إلى الدولة الإسبانية هذه الدول الأوروبية الوحيدة يعترف ستلقيحة تغني غوميج وقت فرنسا فرنسا مين تنى أنه بنادم مريق اثنين جرعات اللقاح سينوفارم يخصص ضروري كيس يعني اللقاح ثالث اي بمعنى انه ضروري خصك تلقى شنو تسيرفت النغنيه ويستريثا وتسيرفت وتريشا سينوفارم لا اما تيري استرازينيكا نيغ فايزر نيغ موديرنا المهم جرعه تف وتريشا سينوفارم هما عاد غسيري نفس الامتيازات نيغ نفس الحوايج جان غا المواطن الفرنسي يقيل في سيناف في فرنسا يعني سينوفارم مش دوم نيغ ديس عاد النقاش مزيان شي نسم انت تدي الريف اكثريه نشي 80 يعني اكثريه صحيح هو مازال تولد استرازينيكا وذفت التصم وذن كان استرازينيكا قاو انا سينقن بالشهر ينقر بالشهر دور نسكن سينوفارم اجان الصيني يعني تلقاح الصيني المهم
زي السنار خد النبري ما ديبانش جديد قد فقط فيديو صوت وصورة من اياح ومن السيود سير سنت مازيغت ومن السيود من يتوقع عندي المغرب النغ سوار تمازيغ نتشكاري كنوا الطاس السنغيلة تبع معنا السنغيلة تعجبهم المحتوى النغ وكنوا في الله عز وجل ونشيني ان شاء الله تعالى الزيوم انا نغزاف واتتوتشات وحدة الله يذنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.